الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، تكلمنا فيما مضى من الخطب عن أمور في الصلاة، تحدثنا عن شروطها وأركانها وأحكام ذلك. وفي الخطبة هذه بعون الله تبارك وتعالى سوف نختصر لكم واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ذكرها العلماء من الأحناف والحنابلة، واخترنا لكم أرجح هذه الواجبات، جمعناها واختصرناها لتكون سهلة على الحفظ بعون الله تبارك وتعالى. فأعمال الصلاة وأقوال الصلاة قسمها أهل العلم إلى فروض وسنن، والفروض منها الأركان، إلا الأحناف والحنابلة ذكروا أن هناك كذلك واجبات الصلاة. هذه الواجبات والتي جمعناها هي سبعة واجبات. الأمر الأول الذي يجب فعله في الصلاة هو التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. فيما مضى ذكرنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الصلاة فتحريمها التكبير، يدخل إلى الصلاة بقوله الله أكبر، والتكبير هذا ركن من أركان الصلاة. أما بقية التكبيرات والتي يطلق عليها أهل العلم بتكبيرات الانتقال، أي إذا أراد الإنسان أن ينتقل من ركن إلى ركن، أن ينتقل مثلا من القيام إلى الركوع، ومن القيام إلى السجود، ومنه إلى القعود ثم إلى السجود، هذه التكبيرات يسميها أهل العلم بتكبيرات الانتقال. هذه التكبيرات هي واجبة، لا يجوز للإنسان أن ينتقل من ركن إلى ركن بدون هذه التكبيرات، كأن ينزل مثلا إلى الركوع مباشرة ثم يسبح. إذا تعمد ذلك تبطل صلاته، لأن الواجبات إذا تركها الإنسان عمدا بطلت الصلاة.
وإذا تركها سهوا سهى عنها ولم يفعلها فإنها تجبر بسجدتي السهو. فالشاهد أيها الأحبة، إذا أراد الإنسان أن ينتقل من ركن إلى ركن فإنه لا بد له أن يأتي بهذه التكبيرات والتي تسمى بتكبيرات الانتقال، وهو قوله الله أكبر كما كان يفعل في تكبيرة الإحرام، يرفع يديه ويقول الله أكبر. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكبر هاويا إلى السجود أو إلى الركوع، يقول الله أكبر، يضع يديه إما بمحاذاة كتفيه أو بمحاذاة أذنيه، ولا يلصق الأصبعين بالأذنين ولكن تكون قريبة من الأذنين أو قريبة من الكتفين، يقول الله أكبر. والدليل على ذلك حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، أي أن الإمام لا ينتقل من ركن إلى ركن بدون تكبير، فإذا سمعتم تكبير الإمام ثم ركع فاركعوا، فإذا كبر وركع فكبروا أي مثل الإمام واركعوا، لا تكبروا معه، لا تسابقوه، اسمعوا التكبير واعطوه وقتا لكي يركع ثم كبروا بعده واركعوا. وإذا سجد وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التكبيرات والتي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كلها، في الفرائض وفي النوافل وفي صلاة الليل وفي الوتر، في كل صلاته كان يحافظ عليها، استنبط العلماء بذلك أن هذه التكبيرات واجبة ولا تصح الصلاة إلا بها، وإذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته. الواجب الثاني أيها الأحبة من واجبات الصلاة هو التسميع. ما معنى التسميع؟ أي أن الإنسان إذا ركع في الصلاة فإنه يقول بعد ركوعه: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. هذه الكلمة وهذا الذكر هو واجب من واجبات الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة رضي الله عنه: إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الوجوب. يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، ربنا أو اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. في رواية أخرى: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي روايات: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فإنه من وافق قوله قول الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا التأمين، الحديث على التأمين الأول وراء الإيمان. ولكن هذا الحديث الذي ذكرناه الآن هو عندما يقول المصلي ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. أذكار كثيرة جدا ذكرنا بعضها في الخطب الماضية، يستطيع الإنسان أن يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. أي ذكر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، ولكن نبهنا في الخطب الماضية أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يقوله بعض الناس في صلاتهم: ربنا لك الحمد والشكر. الشكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يقول الإنسان: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن الله يسمع لكم
فقد قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. أي أنت عندما تقول أيها المصلي ترفع رأسك يا أخوي، في كل حركة، في كل قول، في كل شيء تقوله في الصلاة هو عبادي وله أجر. ما من شيء تفعله في الصلاة إلا وله أجر. فأنتوا أيها الأحبة يعني تخيلوا معي، بمجرد قول القائل أو قول المصلي في الصلاة بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، بس يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، هذه أقلها بدون الواو، ربنا لك الحمد، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، أي قال ذلك بعد الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه بس بهذا القول. فما بالكم ببقية الصلاة والأذكار والأوراد والسجود والركوع والأركان التي هي أركان في الصلاة، كم لها من أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. هذا يسمى بالتسميع. بعده يأتي الواجب الثالث والذي هو التحميد. التحميد بعد أن يقول الإنسان سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فالتسميع ركن، فالتسميع واجب من واجبات الصلاة، كما أن التحميد واجب من واجبات الصلاة. وننبه هنا أيها الأحبة أنه يشرع للإمام والمأموم والمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده. كثير من الناس يظنون أن المأموم فقط بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده يشرع له ويسن أن يقول ربنا ولك الحمد. الصواب أنه كذلك يشرع له كما يقول الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيشرع للإمام والمأموم والمنفرد إذا كان يصلي بنفسه أن يقول سمع الله لمن حمده وأن يقول ربنا ولك الحمد. هذا الواجب الأول والثاني والثالث. أما الواجب الرابع هو التسبيح في الركوع. التسبيح في الركوع، قلنا فيما سبق أن الركوع هو ركن من أركان الصلاة، ولكن التسبيح في الركوع هو واجب. إذا تركه الإنسان عمدا، إذا ترك ولو تسبيحة، يعني أقل الواجب هو تسبيحة واحدة، فإذا ترك الإنسان هذه التسبيحة فصلاته باطلة، فلا بد له أن يسبح ولو تسبيحة واحدة، أو يأتي بأي ذكر من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح أي الذي ينزه عن كل النقائص وعن كل السوء. قدوس بمعنى أنه طاهر، وبمعنى الملك لله تبارك وتعالى. سبوح القدوس رب الملائكة ورب الروح، رب الملائكة والروح، والروح وجبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة. فيقول الإنسان هذا التسبيح وهو واجب من واجبات الصلاة. ثم الواجب الخامس وهو قول المصلي في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فيستطيع أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبوح القدوس رب الملائكة والروح، أو يقول كذلك، وهذا ذكر كذلك يعني في الركوع وفي السجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا يستطيع أن يقول كذلك في الركوع وفي السجود. فأي ذكر جاء به من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت صلاته. وعقبة بن عامر رضي الله عنه أيها الأحبة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك العظيم، وهذا في سورة واقعة، فسبح بحمد ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم، فسبح اسم ربك العظيم. وعندما نزل قول الله تبارك وتعالى:
سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده، لأن قراءة القرآن مكانه في القيام، فإن الإنسان يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ ما شاء له وما تيسر له من القرآن، ولا يجوز بل يحرم عليه أن يقرأ شيئا من كتاب الله في الركوع أو في السجود. فليس الركوع والسجود محل قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقبل أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأن الإنسان أقرب ما يكون من الله تبارك وتعالى وهو ساجد لله عز وجل. فهذا الواجب الخامس. أما الواجب السادس والسابع هو التشهد الأول والجلوس له. التشهد الأول بحد نفسه هو واجب، والجلوس لهذا التشهد كذلك هو واجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد، وأمر المسيء في صلاته فقال له: إذا جلست في وسط الصلاة، يعني إذا جلس الإنسان وكان يصلي 4 ركعات أو كان يصلي 3 ركعات، فجلس للتشهد بعد أن أنهى الركعتين، أو إذا كانت صلاته كصلاة الصبح 2 ركعات، إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن ثم افترش فخذك الأيسر، أي أن الإنسان يطمئن في هذا الركوع في هذا القعود، ثم يفترش فخذه اليسرى وينصب رجله اليمنى، أصابعه اليمنى، ثم تشهد. فهذا يدل على الجلوس، وأن الإنسان يجلس لهذا التشهد، وفي ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتشهد، وأقله تشهد ابن مسعود الذي ذكرناه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويشرع له كذلك كما ذكرنا سابقا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، في الجلوس الأول إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، ويأتي بأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه هنا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الهيئة التي ذكرناها، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي عن إقعاء كإقعاء الكلب. ما هو الإقعاء كإقعاء الكلب عند الجلوس؟ هو أن يجلس الرجل على إليتيه، يعني يحط مقعده على الأرض، وينصب رجليه ساقيه، ثم يضع يديه على الأرض، يعني يتشبه جلسته كجلسة الحيوان، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قعد للتشهد يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، ويفترش فخذه اليسرى، ويفترش باطن، يجلس على باطن رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ثم يتشهد للصلاة. هذه هي الواجبات السبع أيها الأحبة، لا بد لنا من حفظها. ولنعلم أحبتي في الله كما ذكرنا في بداية الخطبة، أن الإنسان، أن المسلم، أن المصلي إذا تعمد وترك أي واجب من واجبات الصلاة فإن صلاته باطلة غير صحيحة، أما إذا نسيها فإنه يأتي بسجدتي السهو قبل السلام أو بعده. أقول ما تسمعون ما أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لذلك أيها الأحبة، نكون قد انتهينا من الحديث عن شروط الصلاة وعن أركان الصلاة وعن واجبات الصلاة، ولعلنا إن شاء الله في الخطب المقبلة سوف نتحدث عن بعض الأحكام الخاصة بالصلاة، كسجدتي السهو وأحكام سجود السهو وغير ذلك من الأمور التي لا بد للمصلي أن يتعلمها. وبعدها إن شاء الله سوف نتحدث كذلك عن بعض السنن، سنن الصلاة. وسنن الصلاة هي تزيد الإنسان، يعني تزيد أجره في الصلاة. إذا ما فعلها الإنسان لا يأثم، ولكن إذا تركها فإنه يفوت على نفسه أجرا عظيما. لذلك لا بد لنا أن نتعلم بعض هذه السنن القولية أو بعض هذه السنن الفعلية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وبعضها كان يكثر من فعلها. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى فعل ذلك حتى يزيد من أجل الصلاة، وكان يعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك، وكان لا يفرق لهم بين ركن وواجب وفرض وسنة وغير ذلك. فكان يصلي عليه الصلاة والسلام وكان يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة كانوا لا يقولون: هل هذا واجب؟ هل هذه سنة؟ هل فعل ذلك أو قول ذلك ركن ولا واجب؟ ولكن العلماء من خلال الاستقراء كما ذكرنا قسموا أفعال الصلاة وأقوال الصلاة إلى هذه التقسيمات، إلا أن المسلم حري به أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعال الصلاة وهيئات الصلاة وأقوال الصلاة حتى يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل محبته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، التأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم ودليل محبته هو أيها الأحبة لاتباعه. تتبعه، كيف كان يصلي تصلي، كيف كان يحج تحج، كيف كان يذكر الله تبارك وتعالى تذكر الله. هذا أكبر دليل تثبت به لنفسك وللآخرين. قل إن كنتم تحبون الله، حتى دليل محبة الله عز وجل، فاتبعوني يحببكم الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا كل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رضاك وما يقرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك وما يقرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أعالي الدرجات، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك مصاحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنه لا يهدي إلى ذلك إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.